برافو والله والله العظيم، برافو تونس، برافو المنتخب التونسي، كل لاعبين المنتخب التونسي رجال، برافو منذر الكبير اللي أدار اللقاء بحنكة وعرف انه يفوز على نيجيريا اللي الناس كلها او اغلبها كانت بترشح نيجيريا، نيجيريا اللي في المجموعات تصدرت بتسع نقاط، وتونس اللي اتغلبت ماتشين وطلع لدور الستاشر بثلاث نقاط، ولكن ده يؤكد لك ان 11 قصاد 11 في الادوار الاقصائية مفيش حاجة اسمها انت كان معاك ايه وانا كان معايا ايه. 11 راجل بيلعب النهاردة في مباراة تونس قدام نيجيريا، بجد امتعته وابدعته وفاز من يستحق لعبا ونتيجة. المنتخب التونسي رجال، كل العرب النهاردة فخورين بالمنتخب التونسي والله وفرحانين، وحنستمر ندعم تونس والمغرب ومصر ان شاء الله في البطولة وجزر القمر. احزننا خروج الجزائر وخروج موريتانيا، بس رجال تونس عملوها. هنتكلم جوه الحلقة عن اللقاء، وهنتكلم عن التشكيل اللي لعب بيه منذر الكبير، وعن التكتيك اللي لعب بيه منذر الكبير، وسبب ان النهاردة تونس في دور الثمانية على حساب نيجيريا اللي كانت مرشح اول بعد المجموعات لنيل اللقب. بس انزل دلوقتي ادعمني بلايك، عايزين نوصل الفيديو ده لخمس طلاف لايك وشير للحلقة، ولو مش مشترك القناة اشترك وفعل زر الجرس، وحسب لك اللينكات انستجرام والفيسبوك بتاعي اللي عايز يتابعني فيهم يشرفني طبعا. ويلا بينا نتكلم عن الملحمة اللي قدمها تونس النهاردة. منذر الكبير اللي لازم اسقف له، منذر الكبير اللي انا انتقدته في وقت من الاوقات، ولكن منذر الكبير النهاردة عرف ياخد المباراة للنقطة اللي هو عايزها. منذر الكبير عرف انه هو ياخد يهدي من نيجيريا خالص، ينيم نيجيريا خالص، الدنيا بقت سهلة. الشوط الاول كان تخدير بيخدر نيجيريا وقدر على ده رغم الغيابات، ورغم ان السنتي ما كانش موجود لسبب انه راجع للإصابة، وكمان وهبي الخزري وعلي معلول مش موجود، ولعيبة تقيلة خمس لعيبة، ولكن المنتخب التونسي بمن حضر منذر الكبير قدر يعملها. هنتكلم عن التشكيل اللي بدأ بيه النهاردة منذر الكبير المباراة وطريقة اللعب. لعب بأربعة 3-3 في حراسة المرمى، بدأ بشير بن سعد رباعي امامهم في خط الدفاع، ناحية اليمين محمد رغر، ناحية الشمال الحدادي، اتنين العيفة، وجنبه منتصر الطلبي، قدامهم ثلاثة في خط النص، انيس بن سليمان والياس سخيري وعيسى ليدوني، وقدامهم ثلاثي في خط الهجوم، ناحية اليمين كان بيلعب حمزة رفيعة، ناحية الشمال يوسف المسكني اللي من وجهة نظري نجم اللقاء وصاحب هدف التتويج، وعلى الرغم انه ملعبش كتير. قدامهم طبعا المهاجم سيف الدين الجزيري. دي التشكيلة اللي بدأ بيها، وزي ما قلت لك النهاردة كان في لعيبة لسه راجعة من كورونا ومصابة وعمل اكثر من رائع. المنتخب النيجيري اللي بدأ اللقاء بضغط مبكر من مناطق منتخب تونس، وتونس اللي كانت بتلعب دفاع منطقة وبتلعب على الهجمة المرتدة، كله قال تونس هتشيل، تونس بتلعب بالطريقة دي ليه، تونس لا الضغط هيولد الانفجار وهيخش فيه اهداف، ولكن منذر الكبير ودفاع تونس ورجال تونس كانوا عارفين هما بيعملوا ايه. النهاردة امتصوا حماس في الشوط الاول نيجيريا، وقدروا ان هم يطلعوا بالمباراة في الشوط الاول بدون اهداف، ودي على فكرة ما هياش بحظ او جات كده، لا هو منذر الكبير عامل خطة من خلالها ان انا امتص حماسهم واطلع بالنتيجة 0-0، وفي الشوط الثاني اخطف لي واحدة، وده اللي حصل بالظبط. في الشوط الثاني يوسف اللي مسكني نجم اللقاء بيستلم كرة واحسن لعيب في المباراة ويشوت الكرة، والهدف الاول لتونس، لتنقلب بقى الضغط على تونس، وان تونس خلاص هتستقبل لعب، هتستقبل لعب وتلعب على الهجمة المرتدة. ولكن يعني تونس اللي كانت افضل في اللقاء جت مكافأة هنا بكارت احمر، كارت احمر لأيوبي نجم ايفرتون ونجم نيجيريا، طرح طرد مستحق، الحكم اداله انذار، رجع للفار، الفار طلع الكارت الاحمر، وكارت احمر مليون في المية عشان يسهل الامور. ولكن نيجيريا ضغطت
لكن يعني كنا بنلعب على المرتدة كتونس وده الصح طبعا، وابتدت التغييرات ونزل بالسليتي والخزري اللي كانوا مرتاحين وبيريحهم في يعني حاجة كانت كبيرة ان الاثنين نجوم زي دول يبقوا قاعدين برا، واستمر الضغط والمرتدات وكان ممكن تونس تخلص اللقاء بالهدف الثاني، ولكن ابى القدر الا ان يفوز تونس بالمباراة بهدف. مبروك المنتخب التونسي، استحق تونس الفوز، تونس كانت الافضل لعبا ونتيجا، وكمان منذر الكبير تفوق على مدرب نيجيريا. عشان يونس بتقول للعرب كلها فرقه قصاد فرقه، 11 لاعب قصاد 11 لاعب، ويقولوا لي انا بالذات اللي طلعت امبارح في القرعه قلت تونس ومالي صعبه على تونس، ومصر والسنغال صعبه على السنغال، والجزائر قدام الكاميرون صعبه. لا مش اسمها صعبه، ماتشات اقصائيه بتلعب على اجزاء صغيره، في رجاله في الملعب، في روح اللي كانت موجوده النهارده عند تونس والدافع كان اكتر عند تونس تفوز، لكن هتخاف وهتركن ان انت لا انا هتغلب، هتتغلب. مبروك لتونس والشعب تونس وكل الجهاز الفني واللاعبين، تونس تونس في دور الثمانية بينتظرها مشوار ليس بالسهل، مشوار صعب، ولكن تونس النهاردة بتعلمنا مفيش حاجة صعبة، وتونس قدها. وزي ما قلت في تحليلي لقائمة تونس وقبل البطولة ان مش هستغرب لما اشوف تونس في النهاية او تاخد البطولة، كل الناس بتقول تونس قلتلكو مش ما عندهاش النجم الاوحد، ولكن بتلعب كرة جماعية. مبروك لتونس. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى بالشغف في القناة وفعل زر الجرس ولايك وشير، وبحبكم في الله، ومليون مبروك، سلام.